السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. ففي يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية من الهجرة وقعت معركة من أعظم المعارك التي غيرت مجرى التاريخ، وانتصر فيها المسلمون على الكفار انتصاراً عظيماً. هذه المعركة أو هذه الغزوة هي غزوة بدر الكبرى، وكانت البوابة العظيمة الأولى لغزوات متتابعة أدت في النهاية إلى فتح مكة وانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فأهل بدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم الفضل بعد الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فلولاهم لقضي على الإسلام في مهده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لن تعبد في الأرض بعد اليوم أبدا. أيها الإخوة الأفاضل، لقد حدثت في هذه الغزوة معجزات وكرامات عظيمة لعلي أذكر بعضا منها. فمن ذلك أولا سماع المشركين لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أموات في قليب بدر، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي طلحة قال: لما كان يوم بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر، خبيث مخبث، أمر بإلقاء هذه الجثث في هذا البئر المهجور. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من المعركة مكث في المكان بالعرصة 3 أيام. فلما كان اليوم الثالث أمر النبي صلى الله عليه وسلم براحلته فشد عليها، فقال الصحابة: لعله ينطلق إلى بعض حاجته، لا يدرون إلى أين يذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى البئر ووقف على شفير البئر وجعل ينادي هؤلاء الموتى بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا عمرو بن هشام أبو جهل، يا شيبة بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، يا الوليد بن عقبة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله عز وجل حتى سمعوا كلامه نقيمة وتصغيرا وحسرة وندامة. ثانيا من المعجزات والكرامات تحديد مصارع القوم في نفس الليلة التي حصلت في صبحها المعركة. فروى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كانت ليلة بدر قال عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم في تلك الليلة: هنا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هنا مصرع فلان غدا إن شاء الله، يحدد أماكن قتلهم. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا في بئر بعضهم على بعض. ثالثا من المعجزات والكرامات نزول المطر عليهم في تلك الليلة، نزول المطر عليهم في تلك الليلة
من غير زيادة ولا نقصان بالقدر الذي يحتاجونه. فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي رضي الله عنه قال: أصابنا في ليلة بدر طش من مطر، مطر خفيف، فكنا نستظل بالشجر والحجف أي الترس، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في تلك الليلة بالنصر. قال ابن القيم رحمه الله: وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا كان طلا على المسلمين خفيفا، وكان وابلا شديدا على المشركين منعهم من التقدم، ووطأ به الأرض وثبت به الأقدام، كما في الآية الكريمة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال بعضهم: لولا هذا المطر الذي نزل لما تمكن المسلمون من القتال، لأن المسلمين رجالة يقاتلون على أرجلهم، ليس فيهم فارس إلا واحد هو المقداد بن الأسود، وكانت الأرض رملية تغوص فيها الأقدام، فلما نزل هذا المطر وطأ الأرض وثبت الأقدام. رابعا من المعجزات والكرامات استجابة الله تعالى لدعاء نبيه على من كان يؤذيه بمكة حتى قتلوا مع إخوانهم الكفرة في غزوة بدر. ففي الصحيحين من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وحوله جمع من قريش، قال بعضهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أما يعمد أحدكم إلى جزور بني فلان فيعمد إلى فرثها، والفرث بقايا الطعام التي في الكرش، وفرثها ودمها وسلاها، السلا هو الجلد الرقيق الذي يكون مع الغلام عند نزوله يسمى المشيمة، وفي البهائم يسمى السلا، فإذا سجد وضعها بين كتفيه. فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وانتظر، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الأذى على جسده الشريف بين كتفيه. قال عبد الله مسعود: لو أن لي منعه، وكان شابا صغيرا لا يستطيع أن يقابل هؤلاء كفرة قريش. فأخبرت فاطمة رضي الله عنها بالخبر وكانت جارية صغيرة السن، فأقبلت تسبهم ثم أزالت الأذى عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعمر بن هشام أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعمارة بن الوليد وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وسمى رجالا منهم. فخاف القوم لأنهم يعلمون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. قال عبد الله مسعود: والذي نفسي بيده لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. خامسا من المعجزات والكرامات نزول الملائكة في تلك المعركة وإعانة المسلمين وإعانتهم للمسلمين في أسر بعض هؤلاء الكفار. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. في مسند الإمام أحمد من حديث علي أن العباس بن عبد المطلب أسره رجل من الأنصار، وكان رجلا قصيرا، والعباس بن عبد المطلب كما هو معروف رجل طويل، فلما جاء بنا النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس: يا نبي الله، إن هذا ما أسرني، أسرني رجل أجلح، والأجلح هو الذي انحسر الشعر عن رأسه، على فرس أبلق، والأبلق الذي ببياض وسواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم.
وفي صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا جبريل آخذ بعنان فرسه، عليه أداة الحرب بين ثناياه، والثنايا مقدمة الأسنان، اثنتان من فوق واثنتان من تحت، على ثناياه النقع وهو الغبار. سابعا نزول، أو سادسا نزول النعاس عليهم. والنعاس كما هو معروف أن يكون الإنسان بين اليقظة والمنام، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، حتى يذهب الله جل وعلا كما قال ابن كثير يذهب عنهم الخوف الذي في قلوبهم، لأن العدو أكثر من عددهم بثلاثة أضعاف. كان عدد المسلمين 315 رجلا، والكفار قريبا من 1000. قال أبو طلحة: لقد سقط السيف مني تكرارا مرارا وتكرارا يوم بدر، كما في الآية: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. سابعا أن الله جل وعلا أراهم عدوهم أقل مما هو عليه، وأرى العدو كذلك قلة عدد المسلمين، ليزداد أو لكي لا يخاف المسلمون من عدوهم، ولكي ينظر المشركون إلى المسلمين بنظر القلة فلا يتأهبوا أو فلا يستعدوا لهم. وفي الآية الكريمة: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثامنا وأخيرا كرامة الله جل وعلا لأبي بكر ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقد جاء في مسند الإمام أحمد أنه قيل لأحدهما: معك جبريل، وهو أبو بكر، وقيل لعلي: معك ميكائيل، وإسرافيل الملك العظيم يشهد الصف أو يشهد القتال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.